واحدة من علامات النضج النفسي هي إن الشخص بيتبسط بحاجات بسيطة أو بأبسط الأشياء أو بأبسط الحاجات. فكرة إن يعني الإنسان كل ما بينضج كل ما يعني بيبقى عنده نضج نفسي، بيحس إن هو ممكن حاجات بسيطة جدا جدا تبقى في اليوم بتاعه تأثر في المود بتاعه وتخليه يستشعر السعادة. يعني ان هو مثلا حتى يقعد يتفرج على حاجات بسيطة جدا جدا مش مستاهلة يعني مجهود كبير، او مش مستاهلة ان انا احط شروط معينة لسعادتي، ان انا لا لازم اسافر المكان الفلاني، لازم اروح اخرج في المكان الفلاني، لازم يعني يحصل كذا علشان خاطر ابقى انا مبسوط، لازم اعمل الموضوع الفلاني علشان خاطر احس ان انا سعيد. لا، الانسان كل ما بيحس بنضج وكل ما كل ما بيستشعر السعادة في أبسط الحاجات، ممكن أكلة بسيطة جدا، ممكن فيلم لذيذ، ممكن أغنية، ممكن حاجة إحساس روحاني جميل والإنسان هو بيصلي أو بيتقرب لربنا، يعني صوت عصافير، أي حاجة بتبقى بسيطة، قاعدة مع ناس بنحبها. الحاجات البسيطة دي ممكن جدا إن الإنسان يستشعرها ويحس بسعادة فيها. دي من أحلى الحاجات واللي بتدل على فعلا نضج نفسي للإنسان، لأن الإنسان كل ما بيحس بنضج كل ما بيبقى بالنسبة له موضوع السعادة بيبقى أبسط بكتير، مش بيبقى معقد قوي زي ما بنقعد نحط شروط كبيرة قوي قوي لسعادتنا. يعني أنا لازم، يعني مثلا في بعض الناس أنا لازم أشتري الحاجة الفلانية علشان خاطر أحس إن أنا مبسوط، أنا لازم أروح معرفش أسافر فين المكان الفلاني علشان أغير جو وأحس إن أنا مبسوط، انا لازم اجيب هدوم كتير قوي عشان خاطر انا احس ان انا مبسوط. وطبعا فكرة النضج النفسي ده بيسهل علينا الموضوع، بيبقى موضوع بدون اي شروط. طبعا الموضوع ما بيبقاش بالسهولة اللي احنا متخيلينها، هو الفكرة فكرة ان الانسان بيبقى بيدرب نفسه على ان هو يستشعر بالنعم وان هو يمتن دايما وان هو يبقى حاسس بقيمة النعم الموجودة حواليه. فدي حاجة من ضمن اكبر علامات النضج النفسي ومن اكتر الحاجات اللي دايما ما بتحطش اي شروط للسعادة وبتساعد الانسان ان هو يعيش في سعادة كبيرة وان هو يحس بقيمة كل الحاجات اللي حواليه. بس ده كان الفيديو، نورتوني جدا جدا وبحبكم جدا. باي باي.